تتمتع به من ذوق رفيع ودقة في اختيار الألوان وتناسق الأشكال وما تتصف به من صبر ورؤية الحرفيات. فالزربية المحلية هي لوحة فنية تمثل مشهدا مصغرا من مناظر الطبيعة الحية. الزربية الزمورية مستقبلا هي غادة في واحد الطريق موضع نتمنى على الله تكون تكملها بدك. الحقيقة كانت عندنا غفلة شحال هذه بزاف، احنا غير كنشاهدوا الحمد لله في هذه الحرفة وفي هذه الدورة هذا ما غادي نلقاو. الزربية كتكون من الصوف ديال الخروف كتغسل وتقرشل وتغزل وتصبغ بالالوان اللي كنحتاجوا للزربية. الاحمر هو الاساس والالوان خضيضرين بيض المهم الصفار هذا الشيء، وكنديروا فيها الهاتف والمنشار وتعاون ليت وتزرزايت وكاين رموز اخرى كثيره. ولتسليط الضوء على المراه النساجه التي ركمت على مر السنوات خبره وتجربه فنيه تنقل من جيل الى اخر، تم تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي حضره ممثلو الوزاره الوصيه وغرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلام قنيطره والصانعات التقليديات فضلا عن تحديث